بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على الشهداء، السلام على رموزنا الأبطال، السلام على شعب البحرين الوفي الصامد، السلام على الأحرار الشرفاء، السلام عليكم يا أحرار يا حرائر هذا الوطن. السلام عليكم جميعا أيها الحضور ورحمة الله وبركاته. أتقدم باسم رابطة عوائل الشهداء بكل الشكر والتقدير لهذه الجهود الطيبة التي تبذلها القوى المعارضة المتمثلة في الجمعيات السياسية جميعها، وهذا العطاء وهذا الجهد بلا شك هو محل تقدير ومحل عرفان من قبل كل عوائل شهداؤنا الأبرار. ونحن ندين لكم ونعتقد بأننا سنواصل الدرب معكم ولن نختلف عنكم أبداً. أحيي حضور كل العوائل الشريفة في هذه الأمسية. سأتطرق من خلال هذه الكلمة إلى أربعة محاور أو أربع نقاط، وأتمنى أن لا أطيل عليكم. النقطة الأولى وهي كيف تأسست هذه الرابطة، أو كيف تم إنشاؤها وأهدافها والحاجة أو الحاجة من إنشاء هذه الرابطة. كنا قبل سنتين وبعد هذا الحراك السلمي وبعد أن سقط الشهداء أصبح العدد يتجاوز 80 شهيداً، وهنا بدأ أخونا العزيز والد الشهيد محمود بوتاكي وأصبح دينامو التحرك في هذا المجال، وجاءت هذه الفكرة من خلاله مع بقية الأخوان من آباء الشهداء، وجلسنا وتناولنا هذا الموضوع بإنشاء رابطة تسمى رابطة الشهداء. الانضمام لهذه الرابطة ليس كما الانضمام لجمعية أو لمؤسسة خيرية أو لنادي معين، الانضمام هنا انضمام بالرصاص، انضمام بالقتل المتعمد. من سقط ابنه شهيدا ينضم في هذه الرابطة وتكون له العضوية. بدأت اجتماعاتنا، لا نسميها اجتماعات سرية، من يفقد ابنا أو يفقد فلذة كبده لا يخاف ولا يتردد أبداً، فنحن جلسنا وتناقشنا لتكون هناك رابطة تضم أسر الشهداء. كان الهدف الأساسي من إنشاء هذه الرابطة هو أن يكون لدينا توجه بأن نحقق هدفنا الرئيس، وهو القصاص وممن قتل فلذات أكبادنا. وتطور الأمر، ومع النزف المستمر للشهداء حتى تجاوز العدد بهذا العدد اليوم لما يقارب 160 شهيداً تقريباً. أتذكر طرفة لوالد الشهيد محمود بوتاكي عندما قال لو نعلم بأن العدد سيصل إلى 160 لأصبح الشهداء في مقبرة واحدة تسمى مقبرة الشهداء. لا نتمنى المزيد من الشهداء، ولكن نتمنى أن يكون هناك استمرارية لعطاء الشهداء حتى لا تتوقف عجلة هذا الحراك وتذهب دماء الشهداء سدى. هكذا هي الرابطة تأسست وأصبحت لها أهداف،
وأصبحت لها أبعاد. تعرض من هم في الرابطة أو مؤسسي الرابطة للكثير من المضايقات، وتعرض الأخ العزيز أخونا العزيز وعم الشهيد علي بداح قاسم بداح، تعرض للاعتقال باعتباره هو رئيس اللجنة المنسقة للرابطة. ومن ثم تعرض والد الشهيد محمود بوتاكي للاعتقال. لم يرعبنا هذا التصرف من قبل النظام أبداً، بل أصبحنا أكثر قوة، لأننا نعاني الأمرين، فقد الأبناء ومضايقة الآباء وأهالي الشهداء. هذه الفكرة من خلال تكوين الرابطة تعني لنا الكثير، تعني مد الجسور ومد التعاون، يد التعاون لكل فئات هذا الشعب بجمعياته وبجميع أطيافه. هذه فكرة بسيطة جداً عن دور وأهداف الرابطة. الأمر الآخر، علاقة الرابطة بالقوى الوطنية المعارضة أو الجمعيات السياسية. نحن نسير في خط واحد من علاقتنا مع كل الجمعيات. الجمعيات نحن نحتاج لها بلا شك، هم في حاجة لعطائنا، هم في حاجة لتحركنا كجهة منفصلة، ولكن نحن نطمح في الكثير من تعاون، من التعاون مع هذه الجمعيات. هناك جمعيات فرضت نفسها لكونها كانت الأقرب للرابطة، وبالتالي هذا لا يعني بأننا يعني نعزل جمعية أو أخرى بالنسبة إلى سير الرابطة. كل الجمعيات في خط واحد نتعامل بها، وكذلك كل التيارات اللي موجودة نحن مستمرون في التعاون مع الجميع. نعم، كما أسلفت، هناك بعض الجمعيات قدمت الكثير للرابطة، وبالتالي نحن مجبرون من خلال هذا العطاء أن نلتصق، ولا يعني الالتصاق بأن هي تتبنى الرابطة أو نأتمر بأمر هذه الجمعية أو تلك الجمعية أبداً، ولكن نحن بحاجة لهذا الدعم، ونطالب كل الجمعيات بدعم الرابطة والتحرك من الآن. نحن بحاجة لدعم معنوي، نحن بحاجة لدعم مادي بشكل عام، ونحن بحاجة لدعم لوجستي. هناك بعض الفعاليات نرغب في إقامتها، ولكن يتطلب منا الأمر أن تكون هناك جهات معنية بمساعدتنا لتشغيل هذه الآلية، آلية إقامة هذه الفعالية. هذا هو خطنا مع كل الجمعيات، ولا نختلف معهم أبداً. نسير من خلال هذا التوجه، ربما نتحفظ على بعض الأمور، وهذه الأمور أساساً لا نعتقد بأنها تغيب عن الحس الوطني لمن هم في هذه الجمعيات السياسية. حراكنا نستمد عطاءه من خلال هذه الوجوه في هذه الجمعيات، وهم لا يحتاجون إلى تلميع مني أو من أي شخص في هذا الوطن. هم أثبتوا هذه الجدارة وأثبتوا هذا العزم والعطاء من خلال حراكنا السلمي. الأمر الآخر، وهو علاقة الرابطة بالمجتمع ككل. هناك أمور تحصل بيننا كشعب، وربما اسم الرابطة بدأ يتماشى مع كل الميول التي ترغب في أن تكون في اصطفاف مع ما يتطلع له هذا الشعب. فالرابطة تمد يد العون ليس للجمعيات في حسب، بل لكل من يتقدم وكل من يعمل
وكل من يوجد لديه حس وطني بحيث أن تتحقق مطالب هذا الشعب. نحن مع هذا الطريق وهذا التوجه، نحن نرغب أن يكون عطاء أو فعاليات أو كل دور تقوم به الرابطة هو بعين هذا الشعب، لما لهذه الرابطة من عنوان رئيسي وهو الشهداء. الشهداء أصبحوا الآن هم مشعل هذه الثورة أو هذا الحراك. كل الشعوب لم تنتصر إلا بدم شهدائها الأبرار، وها نحن نفقد شهداء ظلماً وعدواناً. فلا بد أن يكون لكل منا ما يقول في هذا الاتجاه، وأن تتغير فكرتنا بأن النظام سيصطلح يوم ما. هذه الأمور تعطينا الفكرة بأنه عندما تكون هناك يكون هناك تحرك من قبل الجمعيات السياسية لما يسمى بالحوار الوطني. الحوار الوطني ربما يتطلع له الكثير لاستتباب الأمور، وربما تكون هناك نقلة أخرى يستتب من خلالها الأمن والأمان، ولكن نحن نجد بأن هذا النظام لا يصطلح. هذا النظام خدعنا في كثير مما مضى من فترات، وها هو الآن يجدد نفس التلاعب ونفس المراوغة، ولا زال لم يتقدم. تقدمت الجمعيات بخطوات كبيرة جداً ونحن نثمن لها هذا الدور، ولكن كنظام لم يتقدم أبداً في هذا المجال أو في هذا الاتجاه. هناك النظام لم يظلمنا نحن فقط كعوائل شهداء عندما فقدنا فلذات أكبادنا، النظام ظلم الشعب بكل فئاته. إن كان هناك حوار فلتلتفت الجمعيات لكثير من الأمور. نحن عندما نكون كآباء شهداء أو كعوائل شهداء ونعاني من مرارة فقدان أبناؤنا، وربما يكون هذا الأمر مؤثراً علينا كأشخاص، ولكن لم ننسى في يوم من الأيام واجبنا الوطني واهتمامنا بكل فئات الشعب. هناك العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية تتمثل عندما يكون هذا الحوار، يجب أن نأخذ في عين بعين الاعتبار العدالة الانتقالية التي تتمثل في حرمان الكثير. هناك تمييز واضح وهناك اصطفاف لجهة معينة. يجب لا ننسى هذا الدور، يجب أن تطبق العدالة الانتقالية بعد الحوار، وأن نلتفت لبعض الأمور المهمة جداً والتي انعكست سلباً من خلال السنوات الماضية على فئة كبيرة من هذا الشعب وحرمانهم. النظام لا يفي بوعوده، فيجب على الجمعيات أن يكون أمام ناظريهم هذه الأمور التي من خلالها نتقدم نحن ديمقراطياً، وأن لا يكون هناك إقصاء للآخرين، بل يجب أن يكون حواراً تستفيد منه أو يستفيد منه عموم هذا الشعب. والأمر الآخر الذي لو لم تلتفت له الجمعيات ولم ترغم النظام على تطبيقه لأصابنا من الضرر أكثر مما وقع علينا نحن كعوائل شهداء، وهو الإفلات من العقاب. مررنا بسنوات عديدة ونحن نتساءل، هل تمت محاسبة أحد من هؤلاء المجرمين لقتل مواطن؟ لم تتم. من فترة الثمانينات والتسعينات وما قبلها نحن كنا نتوقع أن تكون هذه الرابطة قد أنشئت من قبل عدة سنوات، لسهل علينا الأمر الآن ولمشينا قدماً أكثر. الشهداء
لم يكونوا من خلال هذا الحراك فقط، لقد سبقوا هؤلاء الشهداء شهداء، والكل يتذكر، والقوى الوطنية والمعارضة والجمعيات السياسية لديهم كل الأسماء الذين سقطوا شهداء بفعل بعض المجرمين في هذا الوطن. إذن يجب هناك أن تكون وقفة صارمة من كل الشعب وفي مقدمتهم الرموز والجمعيات السياسية، بأن لا يكون في هذه المرة إفلات من العقاب أبداً. يجب أن يحاكم كل شخص سواء اعتدى على حرمة بيت أو اعتدى بتدنيسه شرف إحدى حرائرنا أو بارتكاب أمر أخلاقي، يجب أن يحاسب. ناهيك عن محاسبة هؤلاء المجرمين عما اقترفت أيديهم وقتلهم وإزهاق أرواح هؤلاء الأبرياء، يجب أن تكون هناك محاسبة، ويجب أن تنطلق من خلال هذه المحاسبة إرساء الديمقراطي. العدل لا يتحقق إلا بمحاسبة المجرمين، إن لم تكن هناك محاسبة فلن يتحقق لنا عدل أبداً. ويجب أن يرضخ النظام لهذا الأمر حتى لا نتضرر نحن كعوائل شهداء ويقع علينا الضرر أكثر مما نحن فيه. سيكون الضرر ضررين، بفقدنا لأبنائنا وبإفلات المجرم من العقاب. هذه همسة للجمعيات السياسية ولكل الأخوة في هذا الحراك السلمي، والجميع يعلم بأن الشهداء لم يكن لديهم سلاح حتى يتم تصفيتهم وإزهاق أرواحهم. منهم من هو في السجن، ومنهم من هو داخل بيته، ومنهم من هو من أصيب برصاص على بعد أمتار، بل على بعد خطوات من قصر الملك. أين العدالة إذن؟ هنا يجب أن تتحقق العدالة من خلال هذا الأمر، وإلا فالضرر أكبر وأكبر. علاقة الأمر الأخير، وهو ما تتطلع له الرابطة داخلياً وخارجياً مستقبلاً. الفترة البسيطة جداً، ربما يرى البعض بأن الرابطة دورها جداً بسيط. نعم، الدور بسيط، كما أسلفنا أو كما أسلف بأننا نحتاج إلى دعم. ناهيك عن العلاقة بين آباء الشهداء وعوائل الشهداء، هذا يؤخر نوع ما في عمل الرابطة. وكما قلنا، الانضمام للرابطة يختلف عن الانضمام لأي جمعية أخرى، فبالتالي هناك لابد وأن تكون أولاً توليفة بين هؤلاء الأعضاء الجدد الذين فرضهم النظام قسراً للدخول في هذه الرابطة. هذا ربما يؤخر حتى أنا أعرف نفسية والد الشهيد علي نعمة، والد الشهيد بوتاكي، والد الشهيد سيد هاشم، ومتى تلتقي الأفكار حتى يكون هناك تناغم لنرسم خطة أو خطاً لنسير عليه. ولهذا أنا أقول، لو تأسست الرابطة منذ فترة طويلة لاقتصرنا الطريق وحققنا الكثير. على رغم ما يمر من تعثر، ولكن هناك خطوات أصبحت ملموسة وأصبحت إلى النظرة الواقعية هي أقرب. ربما رسمنا بعض الخطوات المهمة جداً، وهي أن تكون لنا علاقة مع مؤسسات تحمل نفس العنوان في دول أخرى، لا لنأخذ منها سلاح ولا لنأخذ منها أي شيء يضر الوطن، لنأخذ منها أفكار كيف نهتم بهذه الأسر، وكيف نقوم من عوائل فقدت كافلها. هذا ما نتطلع إليه خارجياً، نستبد هذه الأفكار، وربما نستفيد من كل ما ساروا عليه في هذه الجمعيات. داخلياً، لا زالت هناك بعض الأسر
والعوائل التي فقدت كافلها هي بحاجة لدعم، ونناشد جميع كافة هذا الشعب وفي مقدمتهم الجمعيات بالتعاون معنا في كل أمور الرابطة. حفظكم الله جميعاً، وحفظ الوطن، وحفظ قادتنا، ورحم الله شهداؤنا الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.